في ساحة دوار الساعة بنبيع سندويش لسانات هبرات مخاخ لحمة راس إيه، وهي بالنسبة لهالمصلحة هي تورثناها عن جدادنا وجدودنا. نحن بنروح على المصلخ البلدي بنجيب روسنا وبنجيبهم وننظفهم، عندنا ورشة تنظيف خاصة بنشتغلهم بإيدنا، عندنا ورشة تنظيف خاصة وبنطبخهم، ونحن بنخلص طبخهم تقريبا على 6 6:30 وبنجي لهون على دوار الساعة. بالنسبة للسندويش ما بدها بس نحن هون نحط لها فليفلة وبهارات وهيك وحمض ومن هالمواضيع هي حسب الطلب كمان. ان شاء الله بلكي الله يكرزقنا ونفتح محل هيك ان شاء الله.